اختتمت أعمال الدورة التدريبية التي نظمتها رابطة إنجمينا لكرة القدم لصالح حكام المباراة لكرة القدم. عباس أبكر مصطفى. إن معرفة قوانين ولوائح الحكم أمر ضروري لممارسي الحكم خاصة في أرض الملعب، لذا فقد جاء ختام الدورة التدريبية التي نظمتها رابطة كرة القدم لمدينة إنجمينا بدعم من الفيدرالية التشادية لكرة القدم والأندية، وذلك لصالح حكام كرة القدم تحت السن 17 في فنون التحكيم الجديدة. وعبر إقامة مثل هذه الدوريات ستؤهلهم ليصبحوا حكام في الدوريات الوطنية، سيما التحكيم في الدوري تحت السن 17. الخبير بالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم وأيضا الفدرالية الدولية لكرة القدم آدم كرجي أوضح بأن هذه الدورة تركزت على معرفة الأحكام الأساسية للتحكيم، وعبر تكثيف الدوريات ستؤهلهم في حلحلة الصعوبات التي تواجه الحكام في ميدان الكروي. رئيس رابطة كرة القدم لمدينة إنجمينا أضاف بأن إقامة الدورات لتأهيل الشباب في مجال التحكيم هي في صميم برنامج الرابطة. في نقصان بتاع الحكام، بس إنجمينا اليوم إنجمينا هلة كبيرة وعاصمة، لكن الحكام ده ما يتم للدوريات عن رابطة كرة القدم وللدوريات عن الليك ناسيونال، يعني ده في يعني في نظام عن الرابطة، يعني كل سنة علينا ندرب يعني 30 أو 35 أو 40 حكام. وعليه فإن المناسبة الختامية لتدريب الحكام كرة القدم تحت السن 17 تم توزيع شهادات شكر وتقدير للمشاركين في الدورة التدريبية. نبقى دائما في الشأن الرياضي، حيث نظمت الفيدرالية التشادية لرياضة التايكوندو دورة تدريبية بهدف رفع قدرات ممارسي الرياضة، للمرة الثانية مع عباس أبكر مصطفى. تعد رياضة التايكوندو من الفنون القتالية يمارسها الكوريون قبل أن تنتشر في العالم أجمع، لذا فإن البلاد أصبحت من الدول التي تمارس هذه الرياضة بشكل أو بآخر، علما بأن رياضة التايكوندو تمتاز بقوانين واللوائح الخاصة بها، لذا ينبغي التعرف عليها خاصة ممارسي هذه الرياضة. وبهذا الصدد فقد نظمت الفيدرالية التشادية للتايكوندو دورة تدريبية لرفع القدرات الفنية والميدانية لممارسي التايكوندو. هذا ما جاء على لسان كل من المدرب الوطني للتايكوندو. بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.